السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا طلاب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض تلات اسئلة مهمين جدا. في تلات اسئلة يعني عليهم افكار حلوين جدا، وهم اول سؤال عندنا مثلا بيقول لك ايه؟ عايز اعرف كم عدد الاقراص الغضروفية اللي بتكون موجودة ما بين فقرات العمود الفقري. يبقى اول سؤال هنحله النهاردة ان شاء الله هو بيقول لك كم عدد الاقراص الغضروفية بين فقرات العمود الفقري. ده أول سؤال هنجاوبه مع بعض إن شاء الله. وتاني سؤال برضو معانا بيقول لك إيه؟ كم عدد الأقراص الغضروفية في جسم الإنسان؟ وتالت سؤال برضه هنجاوب عليه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايهما يتعرض لضغط اقوى؟ ايهما يتعرض لضغط اكبر مثلا؟ هل يا ترى الفقرة رقم مثلا 23 ولا القرص الغضروفي رقم 23؟ مين اللي بيتعرض لضغط أكبر، الفقر رقم 23 ولا القرص الغضروفي رقم 23؟ دول تلات أسئلة هنجاوب عليهم النهاردة. فأول سؤال بيقول لك كم عدد الأقراص الغضروفية ما بين فقرات العمود الفقري، وجبت لك الصورة اللي قدامك دي كده. دي كده منظر الفقرات بتاعة العمود الفقري. طيب تعال نقول عددهم كده سريعا. معانا أول مجموعة وهي الفقرات العنقية وعددهم 7 فقرات، وتاني مجموعة وهي الفقرات الظهرية وعددهم 12 فقرة، وتالت مجموعة وهي الفقرات القطنية وعددهم 5 فقرات، ورابع مجموعة وهي العجزية وبيكون عددهم برضو 5، والفقرات العصوصية وبيكون عددهم 4. طيب ده دول كعددهم كأيه؟ كفقرات. طب بالنسبة للعظام، العظام لو جينا نبص الفقرات العنقية دي متمفصلة، يعني 7 فقرات ب7 عظام، يعني دي فقرة ودي بعظمة ودي فقرة 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 بعظمة، فيبقى كده 7 فقرات ب7 عظام، يبقى دي عدد العظام. فطبعا لو احنا جمعنا كل الفقرات 7 و12 و5 و5 و4 يطلعوا لي 33 فقرة. طب لو جينا نبص على الفقرات الصدرية، الفقرات الصدرية برضو متمفصلة، يعني 12 فقرة ب12 عظمة. نفس النظام الفقرات القطنية، فقرات متمفصلة، ف5 فقرات ب5 عظام. لكن الفقرات العجزية والفقرات العصوصية فقرات ملتحمة، وبالتالي دي كلها على بعضها، دي كلها على بعضها عبارة عن عظمة واحدة، ودي كلها على بعضها عبارة عن عظمة واحدة. طيب يعني كده لو جيت أقول لك مثلا في كم مفصل ما بين فقرات العمود الفقري، هتقول لي والله هو أنا عندي كم عظمة؟ عندي 26 عظمة. بس خلي بالك أنا بقول لك كم مفصل إيه؟ كم مفصل غضروفي. في كم مفصل غضروفي؟ احنا خدنا أنواع المفاصل، ففي كم مفصل غضروفي ما بين الفقرات دي كلها؟ هتقول لي 26 عظمة بيكون ما بينهم مفاصل غضروفية، يعني كده المفروض 25 مفصل غضروفي. اجي اقول لك لا غلط، ليه مش 25؟ بص كده، الفقره الاولى ده اسمها الاطلس، اول فقره عنقيه اسمها اطلس، والفقره الثانيه ده اسمها محور. الفقره الاطلس ده ما عندهاش جسم الفقره، بتبقى عباره عن حلقه كده، تبقى على شكل ايه؟ بقى على شكل حلقه، يعني ما عندهاش جسم فقره، وبالتالي ما بتكونش مفصل غضروفي، ما بتكونش مفصل غضروفي مع الفقره اللي تحتها واللي هي المحور. يعني اول فقره اطلس ده ما عندهاش جسم، وبالتالي هي بتكون مفصل تاني، بتكون مفصل زلالي اهو، بتكون اهو في مفصل زلالي هنا وفي مفصل زلالي هنا، لكن ما تكونش مفصل غضروفي ما بين الاطلس وما بين المحور. وبالتالي كده اول فقره وتاني فقره ما فيش اصلا ما بينهم مفصل غضروفي، وكمان ما فيش ما بينهم قرص غضروفي. وبالتالي هاجي احسب بقى ازاي؟ هحسب بقى من المحور، فيبقى كده انا شلت عظمه، يعني شلت عظمة من 26 عظمة، يبقى معايا كام عظمة؟ 25 عظمة. 25 عظمة يبقى ما بينهم كام مفصل غضروفي؟ ما بينهم 24
مفصل، مفصل ايه؟ غضروفي. بس خلي بالك ده مفصل غضروفي وليس قرص غضروفي، ما بينهم 24 مفصل غضروفي. طب كم عدد الأقراص الغضروفية؟ في بقى كام قرص غضروفي وما بينهم 24 مفصل غضروفي؟ طب كم عدد الأقراص الغضروفية؟ نركز تاني بقى في الحتة اللي جاية دي. بص احنا قلنا ان الاولى والتانية مفيش ما بينهم ولا قرص غضروفي ولا حتى مفصل غضروفي. طيب حلو خالص، يعني اول قرص غضروفي هو اللي بيكون موجود ما بين التانية وما بين التالتة، يعني كده دي التانية اهيت وما بين التالتة، ده كده اول قرص غضروفي اهو اللي هو ده. يبقى القرص الغضروفي ده الاول، طب وده التاني وده التالت وهكذا. تبدأ ان انت تعد، تبدأ ان انت تعد. يعني مثلا لو معايا على سبيل المثال دي كده، تعال بقى ناخد جنب كده شوية. احنا قلنا ما بين الاولى والتانية مفيش، ما بين الاولى ودي مثلا هتبقى دي المحور اهيت، ده المحور، قلنا مفيش قرص غضروفي ولا فيه مفصل غضروفي، ده اللي مفاصل اللي بتكون ماسكة ما بينهم مفاصل ايه؟ زلالية. يعني دي كده الفقرة رقم 2. طيب اللي تحتها الفقرة رقم 3، طب واللي تحتها الفقرة رقم 4، واللي تحتها الفقرة رقم 5. بص بقى كل فقرة والتانية بيكون في ما بينها قرص غضروفي، يبقى ده كده القرص رقم 1، وده كده القرص رقم 2، وده كده القرص رقم 3، وهكذا. فتفضل تنزل، فبتلاحظ بقى كده ايه؟ بتلاحظ ان الفقرة مثلا رقم 3 بيكون القرص اللي فوقها يعني نقص منه 2، يعني الفقرة رقم 3 القرص اللي فوقها رقم 1، الفقرة رقم 4 نشيل منها طبعا الاتنين، يبقى القرص اللي فوقها رقم 2. فهمت قصدي؟ يبقى مثلا لما اجي عند اخر فقرة متمفصلة اللي هي فقرة رقم 24، دي فقرة رقم 24، يبقى كده القرص الغضروفي اللي فوقها ده رقم كام؟ 22. طيب ماشي، يبقى ده 22، يبقى القرص الغضروفي اللي تحتها ده رقم 23. حلو خالص. طيب يبقى كده انا معايا كام قرص غضروفي لحد هنا؟ 23 قرص غضروفي. طب تيجي تقول لي بقى المفروض هنا يكون في قرص غضروفي، اقول لك لا، هو المفصل اللي هنا مفصل غضروفي، اي نعم مفصل غضروفي، يعني في طبقه من الغضروف بس مش قرص غضروفي، مفصل غضروفي بس مش قرص غضروفي، نوع المفصل نفسه مفصل غضروفي. وبالتالي لما اجي اقول لك نجاوب كده بقى، احنا جاوبنا على السؤال بتاعنا اهو. اول سؤال بيقول لك ايه؟ نروح للسؤال كده، بيقول لك ايه؟ كم عدد الأقراص الغضروفية ما بين فقرات العمود الفقري كلهم هم 3، نكتب هنا 23 قرص غضروفي. 23 قرص غضروفي بيكون موجود ما بين فقرات العمود الفقري، يبقى 23 قرص غضروفي. طب كم مفصل غضروفي؟ لا، لو كم مفصل غضروفي انا معايا 23 قرص غضروفي ب 23 مفصل غضروفي، وازود عليهم المفصل اللي تحت ده مفصل غضروفي، يبقى كده بيكونوا معايا 24 مفصل غضروفي. يبقى فهمنا الفرق ما بين القرص الغضروفي والمفصل الغضروفي، يبقى كده معايا 24 مفصل غضروفي. طيب شكرا، يبقى كده حلينا اول سؤال. الفقرات بتاعة العمود الفقري كل الأقراص اللي ما بينها 23، لأن الأولى والتانية ما فيهاش، والمفاصل الغضروفية اللي ما بينهم بيكون 24 مفصل. طب السؤال التاني بيقول لك كم عدد الأقراص الغضروفية في جسم الإنسان؟ تقول لي طيب ما هي أصلا الأقراص الغضروفية دي بتكون موجودة فين؟ موجودة ما بين فقرات العمود الفقري، فالمفروض إن هم يكونوا 23 قرص، خلاص هم 23 قرص بال 23 قرص. أقول لك لأ، فاكر لما كنا بندرس حاجة اسمها الارتفاق العاني؟ افتكر كده معايا الارتفاق العاني. لما جينا هنا بص كده، بص المنظر ده، تعالى نمسح الحته دي كده عشان هرسم لك حاجه هنا، افتكر كده معايا دي الفقرات الايه؟ العجزيه. بنيجي هنا في الحته دي كده، وبيكون في حاجه اسمها الحرقوفه الظهريه، بتمسك الحرقوفه الظهريه هنا كده، ادي التجويف الصغير اهوت، ده كده اسمها، ده الجنب بتاع دي الحرقوفه الظهريه، دي عظمه الحوض، دي كلها على بعضها عظمه واحده بتنقسم الى 3 مناطق، ودي هنا كده نفس الفكرة كده، رسمة كلوكي كده على السريع. بيكون أيوة دي كده عظمة الحوض، ودي عظمة الحوض اهيت، عظمة حوض واحدة اهيت، ودي عظمة حوض واحدة، ده طبعا الحزام الحوض اللي بيتكون من عظمتين، واحدة يمين وواحدة شمال. طيب
بيكون هنا حتة دي، الحتة دي اسمها ايه؟ العانة. العانة ودي برضو اسمها العانة، الاتنين بيتقابلوا مع بعض في منطقة في النص هنا، فبيكون في هنا قرص غضروفي كده اسمه الارتفاق العاني. ده مفصل غضروفي فيه قرص غضروفي اسمه الارتفاق العاني، اهو ده بقى القرص الغضروفي رقم 24. يبقى انا جسم الانسان كله فيه كام قرص غضروفي؟ فيه 24 قرص غضروفي. ليه؟ ال 23 اللي موجودين ما بين فقرات العمود الفقري، ومين؟ وال 24 اللي هو بتاع مين؟ بتاع الارتفاق العاني. فنروح للسؤال الثاني، ويقول لك كم عدد الاقراص الغضروفيه في جسم الانسان؟ هتقول لي والله ال 23، ال 23 بتوع العمود الفقري زائد واحده بتاعه الارتفاق العاني يدوني 24 قرص غضروفي. نيجي للسؤال الثالث، تقول لك ايهما يتعرض لضغط اكبر، الفقره رقم 23 ولا القرص الغضروفي رقم 23؟ طبعا اللي بيتعرض لضغط اكبر يبقى اللي يكون تحت. مين اللي تحت الثاني؟ 23. الفقره 23 هي اللي تحت القرص 23، ولا القرص 23 هو اللي تحت الفقره 23؟ تعالى كده هات لي كده الفقره رقم 23. تعالى نروح للفقره رقم 23. احنا قلنا ان الفقره ده اهي كانت 24، اهي اهي دي 24. تبقى دي الفقره رقم كام؟ دي الفقره رقم اهيت دي 23. يبقى القرص اللي فوقها هنقص 2، يبقى القرص اللي فوقها ده رقم كام؟ القرص اللي فوقها ده رقم 21، واللي تحتها ده هيكون رقم 22، واللي تحتها خالص ده هيكون رقم 23. يبقى مين القرص اللي يبقى القرص 23 ده فين؟ دي الفقرة ده اهي، ده هي الفقرة رقم 23 اهي، هاتها باللون الأسمر اهي، دي الفقرة رقم 23. أمال فين القرص رقم 23؟ أهو كورس رقم 3. يبقى مين اللي بيتعرض لضغط اكتر؟ طبعا الكورس رقم 23 اللي هو اكتر اصلا كورس بيتعرض لضغط في جسم الانسان، ده اكتر كورس بيتعرض لكميه ضغط في جسم الانسان هو الكورس طبعا رقم 23. انما اكتر كورس بيكون معرض للانزلاق الغضروفي طبعا هو الكورس رقم 22، لان 23 ده بيتعرض لضغط، بس الفقره اللي فوق ده ايه؟ فقره متحركه، القطنيه دي متحركه يعني متفصله، واللي تحتها ساكنه، فهو ما بين متحركة وساكنة، وبالتالي هو بيتعرض لضغط كبير، بس الانزلاق يعني الكرسي اتحرك من مكانه هو الكرسي رقم 22. ليه؟ لأنه بيكون موجود ما بين فقرتين متحركتين اللي هي 23 و24، الفقرتين دول بيكونوا متحركتين، دي متحركة ودي متحركة، وبالتالي الكرسي اللي هو رقم 22 ده هو الكرسي المتعرض اللي بيتعرض للانزلاق الغضروفي، لكن الكرسي رقم 23 ده بيتعرض لأقوى ضغط. تمام، يبقى فهمنا الحته دي. يبقى نرجع بقى للسؤال بتاعنا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايهما يتعرض لضغط اكبر، الفقره رقم 23 ولا الكرسي رقم 23؟ طبعا هيكون الكرسي رقم 23. الفكره هنا من السؤال انه لو جاب لك فقره تبقى عارف مكان الفقره ومكان، يعني مثلا ممكن ايه يقول لك ايهما يتعرض لضغط اكبر؟ الفقره رقم مثلا اقول لك 24، برضه الكرسي رقم 23 ده بيكون تحت 24، وبالتالي برضه هيكون الكرسي هو اللي بيتعرض لضغط اقوى. فهمت الفكرة بتاعت السؤال؟ طيب أتمنى تكونوا استفدتوا من الموضوع ده أو من الفيديو ده إن شاء الله، وطبعا اكتبوا لي رأيكم كده في السؤالين دول، ولو عايزين أسئلة برضو زي الفكرة دي كده إن شاء الله نحاول نحل مع بعض الأسئلة اللي بيكون فيها أفكار، ولو كده اكتبوا لي برضو لو في أي أسئلة واقفة معاكم اكتبوها لي وإحنا نحلها مع بعض بنفس الطريقة دي لو الطريقة دي كانت عجبتكم يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.